شهرين ايجار الدكان المتاخر عليك. انت خد نهارك اسود، انا هخرب بيتك وبيته. يا حضره المحضر افندم، العين المطلوب الحجز عليها قدامك، اتفضل احجز. بس عندك يحجز ايه؟ دكانته محجوز عليها، يقوم يدفع الفلوس مهر للبنت اللي هتتجوز. يا ترى ابن مين ده؟ مين اللي جابك كده؟ استاذ رشاد رشدي، فيلا رقم 21 شارع الاشراف بمصر. فين اللي شاغل قلبي دايما بدور عليك، والمين راح وبحبي واتهنى ما بين ايديك، قولوا لي مين هو، قولوا لي فين هو، قولوا لي فين 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 الاقي. وانت جاي هنا تعمل ايه؟ جاي اقابل استاذ رشاد رشدي. بابا خد الطفل ده واخرج من هنا حالا، ده ابن بنتك، ده حفيدك، انت اولى به مني. على راي المثل جحا اولى بلحم طوره، وعلى راي المثل ما في الحلال من عيب، وعلى راي المثل بس بقى مثل انا في دماغي امثالك دي. لا يا بابا، الولد ده لازم يستنى هنا، ده من لحمنا يا بابا. انت ساكن فين؟ حارة الحبايب نمرة 20. واسمك ايه؟ اسمي خيري. على راي المثل ان جعوا زنوا ونشبعوا غنوا. كنت بهشك خيري، جبت له الشخشيخة اللي قلت لك عليها؟ بس انا نسيتها. ايه مال القمر ماله، ما جيناش على باله. ده مؤاخذة التهانم، اصلهم واخدين على خاطرهم منك قوي عشان انت حجزت عليهم. يقوموا يتلموا عليا زي الوحوش. نتكلم فيه امتى يا فندم؟ بكرة ان شاء الله. قلت ايه بقى استهانم؟ في ايه؟ مسألة الحجوزات. لو قلت مش هقول لا. طيب خدي. ايه دول؟ دي الامانة اللي سبتيها في البيت، بس خبيهم احسن ابوك يلطشهم منك. اياك على الله اشوف الجربوع ده يهوب هنا مرة تانية. والشخص ده مثلا يعني مثلا مسكين كده للدرجة دي مثلا. الحمد لله يا اختي. ومالك بتقول الحمد لله بشكلها قوي كده؟ بحبه يا افكار، بحبه. السعد يوعدني واللي ميوعدني. ازاي تقول كده؟ شاب زيك جميل رشيق، لازم يتعود على الحياة المودرن. مش يمكن واحدة من الهاي لايف تحبك وتنقلك من حارة الحبايب الى جاردن سيتي؟ ومش ممكن حد يقدر يفرقني عنك ابدا. انت جددتي فيها الامل يا سهير. عايزه تفضحيني؟ عايزه تخليني ما اقدرش ارفع وشي في وش الناس لما يعرفوا ان بنتي بتحب واحد على بلدي؟ روحي وروحك من زمان عايشين سوا. تسمح توريني الشبكه اولا؟ قوي قوي. اتفضل. ادي اسوره ثمنها 400 جنيه. مش بطال. وادي خاتم ثمنه 97 جنيه. كتب الكتاب هيكون بعد شهر من تاريخه. ايه ده؟ الهام هانم، اسمحي لي اقدم لك سهير هانم خطيبتي. خطيبتك؟ ايوه. الله، لا انت بتهزر. انا عملت بني ادم عشان يقدر معروفي ويحبني؟ نشوف له حاجه نسقيها له تخلي صوته يروح. في صحه صداقتنا. والله الامل ضعيف يا هانم، يلزمه راحه تامه وعلاج طويل. قال ان مش ممكن صوتك يرجع تاني زي ما كان. مغني من غير صوت ومن غير مستقبل، يبقى جوازك بسهير غلطه فظيعه. اتفضلي. مع ازكى تحيات المحب المخلص. ازاي؟ كل الكلام اللي قاله لك ابوكي مظبوط. مش ممكن، انت لازم حد اثر عليك وفسخت الخطوبه غصب عني. خدعتني وخدعني هواك، وكل ده ومش قادر انساك. عملية جراحية في الحنجرة، وإلا تحصل مضاعفات أكتر من كده. المبلغ ده لازم ندبره بأي طريقة. أنا معايا 250 قرش، اتفضلوا خدوهم.
وانت هيعمل العمليه بكره ان شاء الله. خد الخاتم ده والقلب والحلق وبيعهم ارهنهم اعمل اي حاجه. الحفله دي لازم ما تتمش ابدا. عايزين التياترو القنار، عايزينها تبقى حريقه، فاهمين؟ ماشي يلا بينا. حبيت يا جمال الحب لما بيجمع